أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية العمل من أجل تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في الأغوار الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عقدت جلسة لها في قرية فصايل بالأغوار، لا سيما مع تعهد نتنياهو بأنه سيضم الأغوار إذا تم انتخابه. بعد يوم واحد من اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الأغوار، عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته في قرية فصايل بالأغوار أيضا. هنا أكدت القيادة الفلسطينية مرة أخرى قرار الذهاب باتجاه إنهاء الاتفاقيات في حال تم ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية ستعمل على مقاضاة إسرائيل لاستغلالها الأراضي الفلسطينية بالأغوار. الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنين الموجودين هون غير شرعيين وغير قانونيين. ما دام الإسرائيلي لا يميز بين مناطق ألف وباء وجيم، إحنا أيضا لن نميز بين مناطق ألف وباء وجيم. تشكل مساحة الأغوار 28% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وكان نتنياهو قد أطلق وعدا انتخابيا بضمها إلى إسرائيل في حال فوزه، إلى جانب التزامات أخرى كان آخرها تعهده بضم مستوطنات الخليل للسيادة الإسرائيلية. 750 ألف مستوطن متواجدين ما بين القدس والضفة الغربية. الحديث عن الاستيطان هي بيئة التنافس ما بين اليمين الصهيوني على أصوات المستوطنين. هذا يعطي حافزية لنتنياهو أن يطلق وعود كبيرة. نتنياهو يسعى لاستمالة كل صوت انتخابي، حتى أنه على خلاف الانتخابات السابقة ينافس الأحزاب اليمينية المتطرفة على أصوات المستوطنين ليكون الثمن تضييقات أكثر على الفلسطينيين. سرعان بؤر استيطانية وضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة هي طريق اختاره نتنياهو للوصول إلى ولاية جديدة. في مقابل ذلك تؤكد الحكومة الفلسطينية على تشبثها بالأغوار مهما كلف الثمن، وأن المخططات الإسرائيلية لا تنفي حقهم في أرضهم. أحمد جردات، العربي، الأغوار.